يبذل قصارى جهده ليكسب الرزق الحلال، يجود بكل طاقته في أرض الحصاد هنا بإحدى الأراضي الفلاحية بمنطقة عين لحمة في بلدية ولاد حملة قبالة مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي. إنه عمي عيسى أحد عمال مزرعة عوابدية الذين يمارسون عملهم طوال اليوم من أجل لقمة العيش الطيبة. وأنا نخدمه إن شاء الله في الصيف نوضو بكري على 6 على 5 حتى لليل، وإحنا نخدمه كنت نسوق في البريس ونربط به ونخدم سوق بالماشينة، نسوق البريس نحرف نعس كل حاجة نديروها كل حاجة، ونخدم الحمد لله بعرقنا، الحمد لله يا ربي العالمين نخدم بعرقنا، وهذه المزرعة نشوفه ربي وليها هي. عمي عيسى متعدد المهني، سائق جرار مقطور بآلة ربط التبن طارة، وحارس طارة أخرى، حاضر في كل الظروف دون كلل أو ملل. وفي القويل هذه أكشوف الحمان في العروقات أنا نعرقه هانا شوفين، والحمد لله يا رب العالمين أنا نخدم فيها من اللي خلقنا إحنا نخدم عمرنا 60 سنة هاني فيها، الدروك هاني فيها ونخدم فيها ومزلنا نخدم فيها ومزلنا نافعين فيها، نشرب وسجر نحصدوا نزرعوا نداووا نخدموا القلم نخدموا البار نخدموا كل حاجة. عمي عيسى وغيره نموذج يقتدى به من أصحاب الأعمال المكللة بالعطاء رغم كبر السن. هو عمل مستمر وشاق بينما بعرق الجبين مرصع.